خلينا نروح بقى للمباراة النهاردة وناخد رأي واحد من الكبار، واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي لهم رأي ورؤى كبيرة جدا وكثيرة جدا، النجم الكبير كابتن مختار مختار. ازيك يا كابتن مختار؟ حضرتك وحشنا جدا. الله يخليك يا اسلام، ربنا يبارك فيك. اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ والله طيب يا اسلام، الحمد لله. سعداء جدا ان احنا بنسمع صوت حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن. كابتن، النهارده النادي الاهلي بيفوز برباعيه وسط سيطره تامه على مجريات المباراه، لو حضرتك تقول لنا رايك في مباراه اليوم. والله الحمد لله، انا شايف ان مباراه اليوم من افضل مباريات النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها. اوكي. النهارده كل حاجه حلوه قوي. مكسب اكيد، مكسب كبير جدا جدا. اداء النهارده يعني من افضل الماتشات اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت دي للنادي الاهلي. تحركات، رؤيه جماعيه، حاجات كتير قوي ما شاء الله النهارده، يعني في اعلى مستوياتها يعني وهو ده اللي الواحد يتمنى ان النادي الاهلي يكون فيه دايما، وان لما نكسب بالحلاوه دي، يعني اكسب والناس طالعه. اكيد الناس النهارده انبسطت بشكل كبير جدا، لان زي ما بقول لك اداء في حلاوه في الكوره، يعني الواحد انا النهارده مبسوط جدا 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 للاداء، والمكسب كبير بس اكثر من المكسب الاداء يعني. كابتن مختار، ايه اللي حصل ما بين مباراه فاركو والنهارده؟ والله اكيد برضو يعني الاستعداد النهارده كان واضح ان هو الامور متاخده بجديه عاليه جدا جدا، واكيد ان فرقه الجيش فرقه كويسه جدا، معمول حسابها بشكل كويس قوي. واضح ان احنا شفناهم الماتشات اللي فاتت دي، وهم طبعا برضه في الماتشات اللي فاتت دي برضه في اقل ماتشاتهم، وبالتالي صح. وبالتالي يعني اكيد ان ديت يعني واخدين فيها جديه جدا، ما ينفعش بقى ان هم يفوقوا علينا، وده الامر كان واضح جدا جدا في ادائنا، ان احنا من اول المباراه لاخر المباراه واحنا واخدين الامور بجديه. بنجيب جون حريصين جدا على الجون الثاني، بتجيب جون حريصين على الجون الثالث، وهو ده اللي مخلي الماتش بالشكل الحلو ده، اداء هايل جدا جدا، حرص على ان انت تزود الاسكور بتاعك. عشان كده احنا يعني من اول المباراه جايبين الجون الرابع في اخر المباراه، وده امر اكيد ان هي ده اللي يعني سمه هايله جدا، ان الفرقه النادي الاهلي واخده الامور بجديه من اول دقيقه لاخر دقيقه، كسبانين 3-0 وحريصين جدا على ان احنا نجيب الرابع والخامس. عشان كده شايف ان هي من افضل الماتشات اللي اتعملت في الفتره الاخرانيه. هل الاجازه اللي هي مش اجازه ولكن اعتذار نادي الزمالك وانسحابه في مباراته الاخيره اللي هي كانت يوم الثلاث، هل ده اثر بشكل ايجابي، عدم لعب النادي الاهلي لهذه المباراه اثر بشكل ايجابي على مباراه اليوم؟ بص يا اسلام، اكيد يعني المجموعه اللي عندنا، احنا النهارده في مجموعه كبيره قاعده بره ممكن تكون احسن من اللي جوه. صحيح. وده امر يعني هي دي فكره البطوله. ان انت مهما يغيب عندك حد، اللي موجودين بيقوموا بالواجب وبيقوموا بالواجب بافضل مما يكون يعني. وهو ده اللي حصل النهارده. يعني لما تبص يعني لما تيجي الكاميرا على الدكه اللي قاعده بره، ايه ده؟ يقول دول قاعدين ازاي؟ اللهم اللي بيلعبوا دولك واللي وصلونا ان احنا نكسب الماتش دوت، واللي النهارده امتعونا في الكوره، يعني مكسب هايل، مع ان انت كمان مبسوط جدا من الاداء، مع ان انت عندك مجموعه كبيره بره، هي ده السبب. هو ده يعني لما يكون تيم عندك متواجد فيه هذه العناصر وبالكثره ديت، اكيد ان هو دوت يبقى السبب اكثر بكثير جدا من ان انا ممكن يكون لو ماتش الزمالك اتلعب ممكن تكون المجموعه اللي بره دي اكثر هي اللي تلعب. فبالتالي يعني ما عنديش مشكله في الناس اللي قاعده ولما يجي يلعبوا الماتش ده، اجي اريح جزء كبير جدا منهم الماتش اللي جاي وادخل المجموعه الثانيه، فاكيد ان دي حاجه من الحاجات الايجابيه كبيره جدا لفرقه كبيره، اكيد ان هي تبقى عندها يعني عندها الاسباب اللي هي تقدر بيها تكسب وان هي تادي بيها بشكل كويس. كابتن مختار، التطور الكبير اللي شايفينه في مستوى طاهر محمد طاهر، في مستوى كريم فؤاد، الاثنين دول تحديدا لانهم في بعض الاوقات بينالهم بعض النقد لما بيكونوا وحشين، لانه احنا كلنا لعيبه كره وعارفين مثل هذه الامور، لما بتبقى وحش بينال منك النقاد والجمهور وكل حاجه، ولكن لما بتبقى كويس
لازم نقول ان طاهر محمد طاهر النهارده كان كويس، ولازم نقول ان كريم فؤاد بيتطور. دي وجهه نظري، ما اعرفش وجهه نظر حضرتك ايه. اكيد اكيد يا استاذ، كل اللعيبه حرصة على ان هي تبدي افضل ما عندها. يعني اكيد لما يعني اما الماتش يبقى مش كويس واللعيبه بتادي فيه وحش قوي، اكيد ان هي بتلاقي دوت في الشارع. صح. يعني وهي ماشيه وهي مروحه وبتاع بتشوف كلام الناس وبتشوف نظرات الناس على طول، المنظور بيبان على وجوه الناس وعلى يعني الناس بتقابلك ازاي وبتكلمك ازاي وبتستقبلك ازاي. صحيح. اكيد ان الامر دوت اكيد اللعيبه يعني طبعا يعني احنا كنا موجودين في الملعب ولما بنشوف الكلام دوت بنبقى حريصين عليه جدا، بتادي اداء وحش اكيد ان انت ديت بتاثر معاك بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي انت بتحاول تطلع افضل ما عندك عشان يعني تقدر تتعايش مش مع الجمهور، عشان تقدر تكمل، لان الاداء بيخليك تبقى دايما متواجد في الملعب. الاداء مع النتيجه اكيد ان هي يعني من الاسباب اللي بتخليك متواجد في الملعب. فكل اللعيبه النهارده في مجموعه قاعده وفي مجموعه بتلعب، انا حريص ان انا اطلع افضل ما عندي عشان ابقى متواجد دائما وابدا، حتى لو المدرب ريحني شويه للظروف اللي كلنا يعني عارفينها دي، انما هو حريص عليا ان بس يريحني عشان الماتش اللي جاي ابقى يعني في احسن حالاتي، وان انا ادي بشكل الاداء اللي انا بأديه دوت. وهو دوت اللي احنا التنافس الهائل اللي هم بين اللعيبه اللي بيخلي اللي اي حد ينزل الملعب يطلع افضل ما عنده ويبقى حريص قوي على هذا الامر من كل الوجوه. من نمره واحد ان هو يبقى متواجد دايما في الفرقه، نمره اثنين انا بمشي بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي حريص على نمره واحد المكسب، حريص على نمره اثنين ان ادائي يبقى في افضل حالاته، وهو ده اللي بيخلي الواحد يطلع افضل ما عنده. كابتن مختار، من المرات القليله اللي مستر كولر بيعمل فيها تغيير بدري، دي 64. نعم. اربع تغييرات في وقت مهم جدا زي ما حضرتك قلت، لانه المجموعه اللي بره يمكن يعني لو لعبوا ماتش، لو كان ماتش الزمالك اتلعب كانوا لعبوه. نعم. فاعتقد ان ده يعني من المرات القليله جدا اللي بيعمل فيها كده كولر. والله دي يعني برضه ملحوظه، يعني احنا يعني دايما بنشوف في مدربنا ان هو دايما يتاخر في التغيير. وده اكيد ان هو ليه يعني نظره، بس احنا كمان يعني اكيد ان الجمهور دايما يعني ايه عايشين معاه وعارفين الكلام دوت، ودايما برضه بنبقى نحس بان في وقت من الاوقات محتاجين ان احنا نغير بدل شويه، لان ساعات في اوقات كثيره جدا التغيير ينزل يقلب لك الدنيا. وما اكثر الماتشات اللي حصل فيها النادي الاهلي مش بالشكل ده، والماتش اللي فات هو مين اللي كسبك؟ هو التغيير، لما انا عملت تغيير والناس نزلت، هو حتى اللي نزلوا هم اللي جابوا الاهداف. صح. فده امر يعني اكيد ان هو حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لاي مدرب، وانه يعني الاستراتيجيه اللي هو شغال بيها ساعات ممكن نختلف فيها معاه، لكن ساعات هو طبعا هو اللي عايش مع اللعيبه، هو اللي حاسس بيها، وهو اللي عظم الكلام دوت. واحنا دايما بيبقى لينا رد فعل، لكن اكيد ان المعايشه مع اللعيبه بتخلي الواحد برضه ياخد القرار الاصوب في الوقت المناسب ليه. صحيح. ودوت يعني اكيد ان احنا يعني الكوره ما فيش حد فينا ما بيتكلمش فيها، وما فيش حد فينا مش عارفها، وما شاء الله كلنا في حته نقد الكوره ما شاء الله عندنا اساتذه. صحيح. فاكيد ان الكلام دوت يعني احنا دايما بنتكلم فيه وبنحسه، ولما المدرب يبقى عنده الحسيه دي واحنا كمان نحس ان هو عمل التغيير في الوقت المناسب، اكيد ان دي كمان من الحاجات الكبيره اللي بتعلي برضه في نظرنا المدرب، وبتخليه له قيمه عندنا كبيره. يعني المباراه اللي جايه هتبقى بالنسبه لمارسيل كولر، بالنسبه لنا كلنا طبعا مباراه مهمه وكل حاجه، ولكن مارسيل كولر المباراه اللي جايه هو حط نفسه في ورطه، لانه وجهه نظري يعني، لانه كل اللعيبه دلوقتي زي ما حضرتك قلت متالقين، سواء اللي قاعدين بره او اللي بيلعبوا، وبالتالي هي ورطه حلوه للمدرب. يعني حضرتك طبعا ادرى بالكلام ده مني مليون مره. فبالنسبه هيعمل ايه الماتش اللي جاي من وجهه نظرك؟ لا شوف، هو يعني حته التدوير دي في بعض اللعيبه لازم اعملها عشان اخلي في استمراريه، مهما يكون في لعيبه النهارده قد بشكل كويس قوي، لازم مهم جدا ان انا اريح بعض منهم
ودخل كمان بعض من الناس اللي قاعده اللي بره اللي هم كمان في حاله كمان كويسه جدا جدا. صحيح. ولما ينزلوا مش هيبقوا اقل من الناس اللي موجوده، وفي الوقت نفسه اكيد ان دي كمان بتدينا انا باور عالي جدا جدا، بتخلي اللعيبه تطلع امر مع ده عشان يسخنوا مع بعض. صح. اه طبعا، وده امر اكيد ان يعني انا هقولها لك برضه بصراحه، حظ اي مدرب اللي يجي يشتغل في فرقه زي فرقه النادي الاهلي، لان هيبقى عنده مجموعه من اللعيبه يقدر يتعامل معاهم بشكل هايل جدا، وباستراتيجيه هو كمان يطلع افضل ما عند كل واحد في الوقت المناسب. صحيح. بالشكل اللي هو يقدر يعمل فيها التدويره اللي هي تساعده ان هم اي لعيب ينزل يطلع افضل ما عنده، وده امر طبعا يعني امر ايجابي بالنسبه لاي لعيب في اي فرقه انه يبقى عنده المجموعه اللي موجوده دي. الأقرب إن هو يعمل تغيرات في المباراة القادمة، أصل المباراة القادمة دي إحنا بنتكلم فيها كمان يومين أو ثلاث أيام يعني. طبعًا لازم يا إسلام، لازم يعمل. وهو دوت اللي إحنا بننتظر منه إن هو يبقى الوقت المناسب يعمل لنا فيه التغيير المناسب اللي هو يكسبنا بيه، واللي يحس إن إحنا فعلًا الراجل متعايش بشكل إيجابي مع اللعيبة وبيطلع منهم أفضل ما عندهم. كابتن مختار شرفتنا ونورتنا، وانا الحقيقه مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي بيبقى سعيد جدا لما بيسمع صوت حضرتك. شكرا جزيلا على وجودك معانا.